تبقوا ما شتوا راه ما الاخوان انتوا غيقضوا عنك على حساب الريزو داني تادو قريب ما شتوا راه ما كان غاك الفريق متعقيم رفقه الرئيس داني تادي المركز الصحي اخو ما شتوا راه ما الاخوان الاخوات قم الاخوان الاخوات مشتوار من قنغدي المركز الصحي التابع لجامعه بني وكيل ولاد محنت مشتوار من الفريق التحكيم
لكم الاخوان المتتبعين زوار موقع عارف فيلم اشتوارا اخنا غرفقة فريق التحكيم برئيس الجماعة مبني وكيل اولاد محمد السيد المحمودي. اشتوارا مع الاخوان الاخوات تغنوضي المركز الصحي لجماعة بني وكيل محاد الولاد محمد وقنا غدي الملعب القرب داني تهز فيه الجماعة باش تورم الاخوان الاخوات المتتبعين زوار موقع عارفينو كنغرخو حاليا اكل رئيس الجماعه السيد المحمودي هذا سنسجل الكلمه وشكرا على الزياره نور. السلام عليكم سيد الرئيس. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكر الموقع عارفينو في المبادره يد نهاره بس الحضور الناس نهاره ان شاء الله وشفتي ساعه الضوء في تشجيل الانطلاق تما كالمعتاد التعقيم لان اولا شنزيجيت نقدر نحاول نحارب الفيروس تسميه قصيدة خاطر تسجد سيدي ربي ولا العبد الصين
المهم مشينا لزيجتنا خص نقل الواجب انا قمت الواجب والحمد لله مشينا كمواطنين المغاربه غنخسر باش الغيره في الوطن خص ضروري يعني نقل الواجب ونقطازي الواجب حنا نحارب المرض الوسائل اللي غنغلى متاحه من جوا تما راني خسان عاد نقطع ولكن ميزين تما راه ان شاء الله الرحيم والحمد لله الشيء ديال المغرب المواطنين زي 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 صاحب الجلاله نصره الله ورعاه تمس تعليمات نسيتو غادي واش ندير وقت نسن تما سي ربي يحفظنا يحفظنا وتاع سي ربي نعمرها ان شاء الله قد كوث نقص الوتيره المرضى مش نير الإرادة للمواطنين التعليمات يتنفذ المواطنين إتمام السلطات المحلية السلطات يعني جميع المتدخلين إتمام ذيك مسرشتا كل شيء ينضبط ونشكا السجل من برا الوقاية المدنية الدرك الملكي القوات المساعدة السلطات المحلية ما نشنيغ جميع المتدخلين سورتو الشعب المغرب تشكاري الطاس خوب ديايكا يتسمى لأنه يترى يترى يقيم ذي الدانس ونشكاري ويتسمى الشعب المغربي ذا يبين يبين يتسمى المدى الحس بالوعي نشكاري للمرة الثانية ونتحية لأن الحمد لله ما نكملو ذاتي خدر إنسان المرض في إيكوا إيكوا نمشري غنهار دين 15 الحالة تبع الشفاء أكد أكد النسبة المئوية الإصابات إيكوا إيكوا الحمد لله تماما غير شي غير تماما هي ويس فرح الطاس ونشكر الإخوان إذا غير تعاون من اعوان وموظفون وطاقم يتم قضي وانا تساهمنا كذا غير تما كان اصبحنا هنا تعقى من دي المجمعات السكنيه ديال الادارات دي كل شيء وشرطو النهار غنغي تما جا المبادره خصها تنق نعقم المساجد لانه توشا نغطيح الفرصه لان مشني نسعدتو جميع المؤسسات الدولة المجمعات السكنية نهارا ان شاء الله نخصص تعقيم المساجد لذا تترزي الطاقم مع الباء ان شاء الله انا نمشي لانطلاق هادثو انا نبدا نستازي المجمعات السكنية الجنوب سنانغ ومن بعد نعودو على المساجد ان شاء الله مرة. شكرا الله يوفقك باش تورم الاخوان الاخوات المتتبعين زوار الموقع عارفينو يجي شويه نقل انطلاقه شنو هي نيري رفقه السيد الرئيس للفريق التعقيم شكرا للمتابعه لهم طريق الحمدي السلام عليكم وعليكم السلام وما طيب هشام السلام عليكم وعليكم السلام الاخوان مرحبا بكم
صديقي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خالد مهرب فين هذا الشيء خويا؟ جماعه بليوكين ولاد الفن. جماعه بليوكين ولاد الفن. جرى عروي تصبوبي.
هاد الاخوات متتبعي زوار الموقع عارفينو، باش توالى ما قدتوش ذاك يوم النهايه ديال جماعه اليوكيل اولاد محمد، وفقت فريق التعقيم برئيس جماعه اليوكيل اولاد محمد السيد المحمودي، باش توالى فينو احمد ماني فينو احمد فين جماعه ابن وكيل ولاد محمد ماينو جار الزوضين دو عاروي جار الزوضين دو عاروي غنعدو المطار المطار وعاروي جماعه ابن وكيل ولاد محمد شوي
داير الكاميرا راه وهما يلوتو غير واخا زوينه هناك يلوتوها. طار عليها داك البرودوي عليها بقات شويه مضبه، انا غنحاول نمسحها دابا اخويا. توارى من الاخوان الاخوات القرنديه الحاجز الامني جار عروي جماعه ابن وكيل ولاد محمد. السوق ابن وكيل ولاد محمد إخوان ستان زين على حسب الكاميرا يمكن هو
غادي في المال في امان ان شاء الله نعدل
جماعه الموكيل اولاد مهند